بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات من شعب البحرين المؤمن الأبي، أقوى سلاح أخواني نملكه هو سلاح الدعاء والتوجه إلى الله، وأن نخلع ما لأنفسنا من طول وقوة وحول إلى طول الله سبحانه وتعالى وقوته وحوله، وثم بعد ذلك نأخذ بالأسباب. فهذا هو التوكل الحقيقي، الاعتماد الكلي على الله سبحانه وتعالى وإرجاع الأمر له وحده، ومن ثم الأخذ بالأسباب. وهذه المسيرة التي بدأت لن تتوقف بإذن الله. فلنستقبل يا إخواني القبلة، ولنرفع أيدينا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والضراعة، ونلح بالدعاء على الله سبحانه وتعالى، لعل بيننا دعوة من أحد الرجال الصالحين أو النساء الصالحات تفتح لها أبواب السماء ويتقبله الله سبحانه وتعالى، ولعلها تكون ساعة إجابة.